تعالي بقى نتكلم على مرحلة مهمة. اي حد يدور على صور شهد هيلاقي اتنين شهد. في شهد اللي انت عارفها اللي شفتها سواء في مسلسل حلقة خاصة او شفتها في البوستر اللي علاقة بالالبوم بتاعها البوم رحلة او اي فيديو كليب هي صورته. حلو، دي شهد. في بقى شهد زمان كانوا اتنين مع بعض، كان موضوع مختلف شوية. كنت ادخل بس بتاع 20-25 كيلو. ايه ده بس 20؟ بس شكلك اتغير تماما وكان تحدي بالنسبة لك في فترة معينة. انا هتغير انا بالظبط، مش فكرة بقى نيو لوك او حاجة، لا يعني انت قررتي تتغيري تماما. احكي لنا التجربة بتاعتك، فكرة ان انت فقدتي وزنك بشكل كبير وشكلك اتغير تماما. والله هي بعد اكس فاكتور وطلعت بقى خلاص، يعني ابتديت بقى دلوقتي مغنية بقى، مع ان على فكرة الناس كانت بتحبني عادي وانا تختوخة يعني، بس عشان برضو انا بنوتة وبتاع، فعايزة انا ما بيني وما بين نفسي انا شكلي بقى ايه، ابقى صحية اكتر يعني. بيحبوكي لكن ممكن كان في تعليقات بتضايقك؟ اكيد لا كان في تعليقات انه تخينه بتاع ما، او يشوفوني مثلا على الحقيقه ايه ده انا كنت فاكرك اتخن، او يعملي كده بايده انت هو انت شهد، فاقول مثلا بس انت كنت كده يعملي كده. انا ده اللي هو دلوقتي ده لا الوقتها ده وقتها وقت ما كان وزنك زي كده، ده الكاميرا متخناكي، فلا هو انا اصلا كده عادي يعني، مش حاجه يعني حاجه خليك في حالك يعني، فاهم قصدي؟ امتى اللحظه اللي انت قررتي فيها انا هتغير علشان شكلي، لو ده سبب اساسي عادي وده حقك، وعلشان الشغل وده برضو حاجه هتفرق جدا معاكي؟ لا هو كان انا كنت واثقه كده كده. القرار اتاخد ازاي؟ القرار اتاخد من يوم وليله. انه انا كنت دايما بقى انا بحب قوي الاكل كده كده وما زلت بحبه، كلنا بنحبه يعني. لا بقى انا بتمزج بيه يعني بحبه. اكتر اكله بتحبيها ايه؟ كايه اكل مصري يعني؟ ملوخيه وملوخيه مثلا. حلو. مش بتخن قوي تمشي لو ليها طريقه في الدايت. ايه ده ليه دايت؟ ايه ده ما هو لا بيبقى في رز وفي تمام فيها مثلاً اللي حواليها حمام رقاق الحاجات دي، الاكل المصري الاصيل ده بيبقى تحفه يعني. حلو. من يوم وليله قررتي انا هخس؟ بالظبط. حلو. حصل ايه؟ رحت الجيم ساعتين الصبح ساعتين بالليل وقطعت اكل خالص، ما كنتش باكل غير ده. من دماغك ولا متابعتي مع حد؟ انت كده مره واحده وقعدت اكل شوربه خضار باللحمه مسلوقه، يعني لحمه جوه شوربه الخضار، وده كان فطاري غدايا عشايا. فمثلا الصبح كنت باكل بدل ما اكل 3 اطباق شوربه شويه بشويه بقت طبقين، شويه بقت طبق شويه، فمعدتي ابتدت ايه تصغر كده شويه، وبعدين بقى دخلت الاكل عادي. يعني فتره مثلا قد ايه اللي عايش على شوربه تماما؟ بس هي شوربه عشان الخضار فيها مفيده، لكن برضو مش منطقيه خالص. بس انا كنت عايز اقطع يعني مش هفتي طبيا، بس اعتقد ده مش صح. لا اكيد طبعا مش صح، أكيد بس صح. انا سالتي بالموضوع. لا هو اكيد من غير ما اساله اكيد ده كان غلط. اعتمد على شكل واحد من الاكل ده بتحريمي جسمك من حاجات تانية كتير جدا، فبتضري نفسك. بس انا عشان كنت متعوده على كميات معينه، فانا كان الفطار ايه قبل كده؟ يلا قول لنا عادي، ما تجيب مرحله وعادي. انا والدتي دلوقتي بتسمعني، يلا عادي، هي وفرت لها. اوكي. لا هو كده الفطار قبل كده كان بيبقى الغدا، يعني مثلا لو هصحى لازم الغدا يبقى جاهز. تمام. لما تفطري زي الناس الطبيعيه. لا في اكل في الغدا. فاللي هو ايه بقى غدا ايه النهارده؟ كان بيبقى ايه مثلا؟ اللي هو ايا كان بقى موجود، رز، كفته رز، خضار، ايا كان ايه، رقاق هاكله. ده وجبه الفطار، فطار غدا عشاء كده، هي دي كانت الوجبات يعني. لما قدرتي تحققي اللي انت عايزاه في فكره انه شكلك اتغير، ده بقى دافع ليك انك تقدري تعملي اي حاجه؟ بصراحه، لان يعني هي كانت عامه عن الاكل وحاجه بتحبيها، كانت فتره صعبه قوي برضو، خلي بالك، لانه انت فجاه حرمت نفسك من حاجات كتير، ودي زي ما بقول لك دي من ملذات الحياه. وقت قد ايه بقى لحد ما وصلتي لشكل انت ووزن انت مبسوطه بيه؟ لا سنه مثلا. سنه؟ لا يعني قعدت انا برضو على فترات، ما مش فجاه كده قطعت. وبعدين ما فضلتش اشرب الشوربه بس، ما بعد بقى ما ابتديت اتمرن زياده، فابتديت لازم بقى ادخل الاكل عشان وفي اكل مظبوط عشان يبقى عندي انرجي اصلا ان انا اتمرن يعني. وبس الحمد لله يعني عدت على خير الحمد لله. لما بترجعي تشوفي صورك وانت زمان شويه بتبسط والله بجد. والله مامي بتقولي عامه شكلك كان احلى كده، فطالما مامتي شايفه كده يعني خلاص انا موافقه عليها بتقوله يعني. نرجع تاني عادي؟ لا مش الدرجه دي. باكل براحتي انا بنقول لها كده. دلوقتي الاكل بتاعك عادي؟ لا عادي، وتمرين وبتاع وخلاص. بالظبط. لا مش حاجه يعني، مش حارمه نفسي من حاجه اكيد يعني.